لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى، بابل تسجل 6 حالات انتحار لنساء وجميعهن غير متعلمات. في موقع يقين نت، هيئة علماء المسلمين تستنكر قتل شخصين من عشيرة الجنابيين في بابل. في موقع المونيتور الأمريكي، مخاوف التلاعب بالانتخابات العراقية مستمرة رغم الاستعدادات. في صحيفة الاندبندنت، العدوان على غزة دمر فكرة أن تكون صالحة للعيش. في صحيفة التلغراف، بريطانيا تستعد للموافقة على طرح لقاحات كورونا لتلاميذ المدارس. في صحيفة نيويورك تايمز، لبنان الذي نعرفه انتهى. وفي موقع عربي 21، مصر توجه بإجراءات احترازية ودلتا يهاجم شرائح دون 16 عاما. السلام عليكم. عندما تتحول الانتخابات إلى وصفة للفوضى وتكريس نظام المحاصصة الطائفية بقلم أحمد صبري، عندما تتحول الانتخابات إلى وصفة للفوضى وتكريس نظام المحاصصة الطائفية، مقال الكاتب أحمد صبري نشرته صحيفة الميثاق الوطني العراقي. تميز الانتخابات العراقية المقررة في 10 من شهر أكتوبر المقبل عن سابقاتها بظاهرة توظيف المال السياسي والاستقطاب الطائفي وتغول سلاح الميليشيات بالمجتمع وتدوير نفس الوجوه وشراء بطاقات الناخبين وتحديد أسعارها، تزامن مع توظيف الإعلام في مشهد ينذر بإمكانية تزوير. وعلى الرغم من نتائجها مبكرا، انشغال القائمين على الحكم بالعراق في البحث عن وجوه جديدة في المشهد السياسي خلال انتخابات مشكوك بصدقيتها ونزاهتها مقدما، يسعى هؤلاء إلى إيهام الرأي العام بأن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد انفراجا سياسيا، إلا أن حالة الغليان وتصاعد الرفض الشعبي لأداء الطبقة السياسية تشير إلى أن العراق مقبل مرة أخرى بعد أي انتخابات على الفوضى. إن سلسلة النكبات والخيبات والكوارث التي عاشها العراق منذ غزوه واحتلاله تزامن مع إخفاق وفشل الطبقة السياسية في إيجاد الحلول لها، ما يتطلب جهداً وطنياً جامعاً عابراً للاستقطاب الطائفي والعرقي لوقف حالة التداعي والانهيارات لإنقاذ العراق من النظام السياسي ومنظومته الطائفية. إن أزمات العراق وكوارثه هي وليدة العملية السياسية التي وضعت العراق في خانق المحاصصة الطائفية، الأمر الذي تسبب في فشل جميع محاولات التغيير الحقيقي رغم تطلعات الغالبية العظمى من العراقيين إلى التغيير والإصلاح المنشودين. إن معالجة تداعيات ومخلفات المرحلة الماضية تتطلب جهداً جماعياً لوقف تأثيراتها على مستقبل العراق ووحدة مكوناته بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود، الأمر الذي يساعد ويدعم جهود الخيرين من أبناء العراق لإسقاط النظام السياسي ومنظومته الطائفية. واستناداً إلى ما تقدم، فإن العراقيين الذين خبروا نتائج الانتخابات الماضية ومقدار التزوير الذي جرى فيها لا يعولون على هذه النتائج التي أصبحت معروفة للجميع والتي أدت إلى تكريس حال الانقسام الطائفي، باتوا يتطلعون إلى اقتلاع النظام السياسي ومنظومته الطائفية الذي يوفر الغطاء السياسي لها عبر مفوضية الانتخابات وسعي الميليشيات لتزوير الانتخابات المقبلة. إذا نحن أمام مشهد سياسي يتكرر بعد كل انتخابات وتتحول إلى صراع بين أحزاب السلطة إلى كسر العظم، الأمر الذي يتطلب مقاطعة شعبية ترفع الغطاء عن هذه الممارسة التي ستقود العراق إلى كارثة حقيقية تكرس نظام المحاصصة الطائفية.
كتب مكنة زال حول ديمقراطية العبث في العراق. من يطلع على إحصائيات اللاجئين والمهاجرين والنازحين العراقيين يندهش ويكاد لا يصدق ما يقرأ ويسمع، فالأعداد بالملايين من جميع شرائح المواطنين العمرية والعرقية والطائفية التي جلبها معهم الغزاة مدن شطبت من السجلات والخرائط في سابقة لم تحصل أبدا في العالم، ومن قرروا ذلك مستمرون في نهجهم ويقضمون مدنا وبلدات أخرى في عملية ممنهجة وخطة مدروسة هدفها تغيير ديموغرافي مقيت، وأيضا غايتها تحطيم العراق الذي يخشاه عرفوا الخرافات وعربوا الكونتونات الذين ينفذون الأوامر القادمة من خلف الحدود المعينين تحت مسمى حكومات. يتساءل من لا يعرف مجريات الأمور، لماذا يهاجر العراقيون من بلد عمره آلاف السنين وفي أرضه من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى ويجري فيه نهران عظيمان، والأهم من ذلك كله أبناء هذا البلد المعروفون بذكائهم وجدهم واجتهادهم على مر العصور والأزمان. إن إحدى أهم غايات الاحتلال البغيض ومن جندهم لتنفيذ مشاريعه القذرة هي الفوضى التي تمكنه من الإمساك بعنق العراق والعبث بمقدراته ومصيره، وإن أهم عامل في هذه الفوضى هو فقدان الأمن يليه الشحة في الأرزاق، وهما عاملان يدفعان المواطن إلى التفتيش عن مكان آخر للعيش مهما كانت التبعات. ولقد وعد الاحتلال بالديمقراطية، لكنه جلب الدكتاتورية الانشطارية التي سلطت المئات من الطغاة على رقاب الناس، وهؤلاء الطغاة يقودون مئات الآلاف من الطغاة الصغار الذين يسومون العراقيين سوء العذاب ويهددون حيواتهم ويساومونهم على أرزاقهم. ديمقراطية ذاقت الملايين من العراقيين الموت قتلاً وعذاب السجون ولوعة التهجير وجرائم التغييب القسري والتجويع واغتيال من يطالبون بالحقوق. في العراق ديمقراطية المقابر الجماعية والدفن تحت ركام المنازل في بلد أعفاه الله من البراكين والزلازل، ديمقراطية سجون أبو غريب والحوت والمطار والتاجي وما يحصل فيها من تصفيات جسدية لسجناء فاقدي الحيلة، ديمقراطية تدمير الفلوجة والموصل وشطب جرف الصخر ويثرب وعزيز بلد والآن الطارمية وربما العمرية، والقائمة تطول في ذلك. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: كثيرا جدا من القدرة على الادعاء والجرأة على تصدر المشهد في كل شيء، وكثير من الضحك على المواطن البسيط مع قليل جدا من احترام عقول الناس، مع غابة من الأربطة الملونة والبدلات التي فصلت خصيصا للمناسبة، والمفردات المقحمة عن الإصلاح والمواطنة والعالم البمبي الذي نعيش فيه. هذه هي الخطة التي يقدمها عفوا لنا سوق الرافدين، مركز الرافدين لصاحبه زيد الطلقاني. لست في وارد الحديث عن ما قدمه المركز من ندوات وما بثته القنوات عن المنجزات التي تحققت خلال 19 عاماً الماضية، ولكن هل يعقل أن الجميع يستنكر مطاردة المحتجين ولا أحد يسأل إذن من يلاحق هؤلاء الشباب؟ سيقول البعض: أيها الكويتب، ما الذي يضرك أن تعقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة الحالة العراقية؟ ألست من الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الخراب والفشل؟ أعرف أن هذه البلاد بحاجة إلى مراجعة حقيقية تفتح بها الملفات المغلقة ومصارحة المواطنين بما جرى خلال الأعوام الماضية. كل هذا أتفهمه، ولكن الذي ما لا أفهمه ولا أصدقه، كيف يتمكن الشاطر زيد الطلقاني من أن يجمع كل هذه الكوكبة من المسؤولين في الوقت الذي تسد هذه الأبواب أمام الإعلاميين العراقيين، والأهم أنها تغلق بوجه المواطن الذي يبحث عن طوق نجاة؟ إذا أردت الجواب عن ظاهرة زيد الطلقاني ستجدها حتماً في دفاتر الديمقراطية العراقية الممتعة والظريفة، خصوصاً حين يخوض سدنتها نقاشاً بيزنطينياً حول من المسؤول عن كل ما جرى
ففي كل الأحوال ستعيش مع مهرجان الخطب الرنانة. يقول الكاتب: بعد 19 عاما من الفشل اكتشفنا أن ساستنا الأفاضل يختلفون عن من هو الكاذب ومن هو الكذاب. أما المسؤولية عن ملفات الفساد فهذا الأمر متروك للزمن الذي سيضعها على الرف حتما، ولهذا لا داعي لأن نبحث عن مصادر ثروات المسؤولين الذين هم بالأساس ثروة وطنية. الإخفاء القسري جزء من ماكينة ترهيب المجتمعات الإنسانية في البلدان التي تفتر لتطبيق واضح للقانون ولا تملك سيادة داخلية صافية. لقد لاحظنا أن المجتمعات الإنسانية ركزت على قضية ضحايا الإرهاب، حيث يحتفل العالم في يوم 30 من آب أغسطس من كل عام باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب المغيبين قسراً. وفي العراق لعب الإرهاب دورا سيئا في تفتيت المجتمع وتدمير الحياة الإنسانية، وقد ركزت الكثير من المنظمات الدولية على الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، وقد أصدرت مئات التقارير التي تؤكد تفشي الإرهاب في عموم البلاد. اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الإخفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات. كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الإخفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية، وأوصت العراق بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الإخفاء التي حدثت في البلاد منذ عام 1968. وأفادت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن 420 مكاناً للاحتجاز السري، وحتى الساعة تستمر تلك الممارسات المليئة بالحقد والكراهية على الأبرياء من العراقيين بحجج محاربة الإرهاب، ولا أحد يتكلم عن الإرهاب الرسمي الذي ينفذ في وضح النهار. إن المسؤولية القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالإرهاب المستمر في العراق تقع على لجنة اليونامي والحكومة والبرلمان، ولذلك ينبغي عليهم العمل على تشكيل لجنة من كافة الوزارات المعنية والقطاعات المجتمعية لحصر وتدقيق قضية الغياب القسري وبقية صور الإرهاب المتعلقة بالإنسان العراقي. تمتلك هذه اللجنة صلاحيات قانونية من خلال الفريق القضائي المنضوي تحتها، يمكنها من ملاحقة القتلة والمجرمين دون النظر لمكانتهم، تدمير كافة المعتقلات التابعة للقوى غير الرسمية في البلاد. إن البلاد القائمة على ظلم المواطنين لا يمكن أن تعمر، ومن يريد عمارة الأرض عليه أن يخلصها من الإرهاب وينشر الأمن والأمان في ربوعها ويلجم القوى الحاقدة على الإنسان والوطن. الإرهاب هو السوس الآكلة لسلامة الوطن والمواطنين، فمتى نقضي عليه؟ لم أتخيل قط أنني سأعيش لأرى نهاية العالم، ولكن هذا بالضبط ما نعيشه اليوم في لبنان. ولنقرأ العناوين الرئيسة القائمة على الحقائق والأرقام: فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، 78% من السكان يعيشون في فقر، وهناك نقص حاد في الوقود والديزل والمجتمع، ولكن على حافة الانهيار. ماذا يعني هذا كله؟ تجيب الكاتبة لينا مندر في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز: إنه يعني الانشغال الكامل كل يوم بالتزاحم على تأمين الضروريات الأساسية وحياة مختصرة إلى لوجستيات البقاء على قيد الحياة، وسكان مستنزفون جسديا وعقليا وعاطفيا. وتقول لينا منذر، وهي كاتبة ومترجمة لبنانية تؤرخ التغيرات الاجتماعية في أعقاب الانهيار الاقتصادي في البلاد، إنها تتوق لأبسط الملذات مثل الاجتماع مع العائلة أيام الأحد لتناول وجبات متقنة والقيادة على الساحل لرؤية صديق، بدلاً من توفير الغاز لحالات الطوارئ.
ولكن الآن من المستحيل تخيل الانغماس في أي من هذه الكماليات. الحياة في لبنان تعني الانشغال الكامل في تأمين الضروريات الأساسية للعيش فقط، وتضيف بأنها تبدأ يومها في بيروت منهمكة بالفعل، مشيرة إلى أن السيارات تبدأ في الاصطفاف في محطة الوقود المجاورة لمنزلها بعد منتصف الليل مع أصوات صاخبة وصراخ محبط من الشارع، مشيرة إلى أن الكهرباء تتوفر فقط لمدة ساعة واحدة في اليوم. وهذا يعني فيضان من رسائل الاعتذار الخاصة بالعمل وأمسيات بدون نوم بسبب حرارة الصيف الخانقة، ومع كل يوم يظهر مستوى منخفض جديد لتعتاد عليه، بما في ذلك الطوابير أمام محلات الصرافة والنقص في المياه المعبأة وغاز الطهي، مشيرة إلى أن اللبناني يعتقد بأن مياه الصنبور ليست آمنة بما يكفي للطهي بها. وتسرد الكاتبة القصة تلو القصة عن حياتها اليومية لتخبرنا بأنه لا يوجد إلا القليل من الخبز الذي يمكن العثور عليه في البقاليات، وتحدثنا عن خطورة الذهاب إلى المخبز حيث تضطر للمرور عبر محطة الوقود التي تشهد باستمرار مشاجرات مميتة ومعارك بالأسلحة النارية. وأشار المقال إلى أن المستشفيات منهكة وهي على وشك الإغلاق ولم تعد علاجات مرض السرطان مضمونة، وقالت إن الأصدقاء يعيشون في رعب خوفا من إصابة أطفالهم بمرض خفيف، حيث لا توجد أدوية في الصيدليات ولا ثلج للكمامات، حتى خط المكالمات الساخن لمنع الانتحار توقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وأضافت أن الناس يموتون من أمراض يمكن علاجها مثل لسعات العقارب والحمى وحالات التسمم الغذائي. وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور الشهرية انخفض إلى أقل من $50، بينما ارتفع سعر الطعام بأكثر من 500% خلال العام الماضي. نشر موقع ميدل إيست مونيتور مقالا لمديره داود عبد الله، أشار فيه إلى تشابه كبير بين صورة الهزيمة والانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتلك التي يتذكرها الأفارقة عموما والجزائريون بشكل خاص عن اندحار، ويستحضر المستعمر الفرنسي الكاتب في مشاهدته لخروج آخر جندي أمريكي من أرض أفغانستان تلك الصورة من ذكريات صيف عام 1962 عندما ركع الجيش الفرنسي الذي كان آنذاك رابع أكبر جيش في العالم على ركبتيه وطرد من الجزائر. بدأ أن الأمريكيين قد أخذوا صفحة من كتاب قواعد اللعب للمستعمرين الاستيطانيين المهزومين في أفريقيا بحسب الكاتب، فعندما هزم النظام الاستعماري الاستيطاني البرتغالي أخيرا في موزمبيق عام 1975 أخذوا معهم كل ما في وسعهم من سلع ورؤوس أموال، أما الممتلكات التي لم يستطيعوا حملها مثل الأبنية والجرارات فقد هدموها. وبحسب الكاتب فقد ظهرت صورة مماثلة في الجزائر، حيث أخذ الفرنسيون أثناء مغادرتهم مئات الآلاف من الخرائط والوثائق التاريخية من الفترة الاستعمارية ما بين 1830 إلى 1962 وأخرى تعود إلى العهد العثماني. واليوم تخوض السلطات الجزائرية معركة دبلوماسية مريرة لاستعادة الوثائق من فرنسا التي ترفض إعادتها بحجة أنها سرية وخاضعة لأسرار الدفاع الوطني. وبعيداً عن الوثائق التاريخية، ترفض فرنسا أيضاً إعادة جماجم مقاتلي المقاومة الذين قتلوا ثم قطعت رؤوسهم خلال حرب الاستقلال، وتلك الجوائز الاستعمارية الواضحة معروضة الآن في متحف هومي في باريس. وكما هو الحال في الجزائر، تركت هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان في أعقابها اندفاعاً مجنوناً لخروج المتعاونين الأفغان والمهنيين والأشخاص ذوي المهارات التقنية والإدارية. يجب أن نتذكر أن حكومة شارل ديغول لم توافق على إعادة توطين 40,000 جزائري قاتلوا إلى جانب الفرنسيين في حرب الاستقلال إلا بعد ضغوط دولية مكثفة، ولكن بالنسبة لطالبان فقد ورثوا جهاز دولة معطلا ومختلا، فلديهم الآن فرصة لإثبات خطأ منتقديهم يمكنهم بالقيادة والعزم المناسبين،
بحسب الكاتب أن ينتشل أفغانستان من رماد الحرب والحرب الأهلية. ذكر صحيفة تلغراف أن المملكة المتحدة تستعد للموافقة على طرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتلاميذ المدارس في أقرب وقت الأسبوع المقبل، حتى بعد رفض لجنة استشارية توصية بتلك الخطوة بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة البريطانية لم تكشف عنها قولها إن الوزراء واثقون من أن كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا وخبراء آخرين سيوافقون على الخطة في منتصف الأسبوع المقبل، بينما سيبدأ طرح اللقاحات للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما بعد ذلك بوقت قصير. وأضافت الصحيفة أن وزير الصحة ساجد جاويد طلب من ويتي دراسة ما إذا كان هناك منافع أكبر للمجتمع من وراء تلقيح الصغار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.